خاصة الكتاب علاش يطرق؟ على حياتي. دوزت مدة ديال مدة في التنظيم السري، ومدة ديال التنظيم الشرعي. في أي سنة تعتقلتي؟ تعتقلت 1973. امتى خرجتي؟ 1980. عفو مالكي. وبالنسبة للكتاب فيه الحياة، تفاصيل الحياة ديالك في هذه الفترة هذه؟ كيشمل نصف حياتي من 44 حتى 80. ما بغيتش ندوي على المرحلة اللي من بعد. وتتشوف أن مبادرة حسنة بأن يدار كتاب حول الحياة ديالك في هذه الفترة هذه؟ يا ما عنديش زعما كاين، هذا مجرد كان ديت حياتي، ما خيفت من شي حاجه. وكيفاش جات الفكره اصلا تاع الكتاب؟ هي هذه الفكره ديال البنت اللي قالت لي جدو هذه سميتو، يعني الحفيده ديالك هي اللي قالت لك دير كتاب، قالت لي كذا وكذا. وفي نفس الوقت دابا انايا ملي كملت هذا الكتاب لقيت بانه كاينه اشياء زعما كاينه واضحه باش نتوما تلخصوها بالطريقه ديالكم اللي كديروا. انا كان عندي شرف انه انا اللي ندير التقديم ديالو، طلب من الصديق العزيز السي مصطفى الادريسي، وكنت انا ذاك في بسبب كوفيد حصلت في اسبانيا. طلبت منه، كان اتصل بي بالتليفون، طلبت منه انه يصيفط لي المسوده وطلعت عليها وعملت التقديم من المنطلق ديال ان المعرفه ديالي الوثيقه بالاخ حسن المختبر اللي تترجع لتقريبا اكثر من 60 سنه. كنا مجاورين في نفس الحي وقرينا في نفس المدرسه الابتدائيه وقرينا في نفس الثانوية وقرينا في نفس الكلية وتخرجنا في سنة واحدة، ولكن افترقنا ملي تخرجنا في 66. هو مشى لمدرسة الأطور وأنا التحقت بالمهنة المحاماة. فإذا هذا الحوار هو حوار عمله السي مصطفى الإدريسي مع الأخ مختبر ليتناول واحد العدد ديال المحطات من الحياة الغنية ديال الأخ مختبر، انطلاقا من الطفولة ديالو اللي كان لاعب كرة قدم ممتاز، ومن بعد التحق بالمدرسة الأطول وتيكشف هذا الحوار شنو هي الأسباب وشكون اللي كان وراء تحقه بمدرسة الأطول بقنيطرة. ثم تيتكلم على الاعتقال ديالو، انه مشى قيد في المنطقه ديال وادلو وتعتقل في سنه 1973 وتحكم بالمؤبد، قضى فيها مده ديال 12 سنه تقريبا في السجن. اذا هاد المحطات كلها تقريبا جات في هاد الحوار اللي عمل السي مصطفى الإدريسي مع حسن المختبر. واليوم أنا طلبوا مني الإخوان أنه نحضر باش نشارك في تقديم من جديد ديال هذا الكتاب. الكتاب الأهمية ديالو هو أنه يوقفنا أمام واحد اللحظة تاريخية من تاريخ المغرب اللي احنا محتاجين بزاف أننا نوقفوا عندها. واليوم بالضبط اليوم هذا الشهر في نوفمبر كيذكرنا بواحد مجموعه ديال الاحداث اللي تعدموا فيها مناضلين ومواطنين في اطار هذا الصراع اللي كان في السبعينات. واعتقد ان السي مختار السي الحسن المختبر شخص كان حاضرا بكل قوه وكان حاضر بكل فعاليه من موقع اولا كمسؤول في الدوله وثانيا كمناضل ملتزم بقضايا الشعب. هذه الشخصيه التي كان يجب ان يسلط عليها الاضواء حقيقه، ولما غادر السجن اشتغل مهنيا وبقي بعيدا عن الاضواء، فلا بد ان يسلط الاضواء على شخص مثل هذا الذي قدم التضحيات. في حقيقه تصور ان شخص في السبعينات كان مسؤولا في الدولة بشكل
لو كانت له مطامع أو كانت له مطامع شخصية لكان يحافظ على منصبه، وربما سيكون اليوم من مسؤولي الكبار في الدولة، ولكنه كان اختار أن يبقى ملتزما مع رفاقه الذين عاش معهم في زمن الطلبة وكافح إلى جانبهم وكون تجربة استفاد منها الجميع. بطبيعة الحال قدم خدمات كثيرة وتظهر في المحاكمة كيف حاولوا الانتقام منه، كان حكم بالإعدام أولا ثم خفض الإعدام إلى المؤبد وقضى بالسجن 13 سنة. فتسليط الأضواء على شخصيات من هذا النوع هو فتح صفحة على تاريخ المغرب، تاريخ ليس البعيد والقريب جدا، والذي يظهر إلى أي حد كان الصراع محتدما في مرحلة من المراحل. في بداية الألفية الحالية يعني تكتبت مجموعة من الكتب حول التاريخ المعاصر تاع المغرب، خاصة بالنسبة لسنوات الرصاصة. خروج الكتب هو علامة على نهاية مرحلة، أن المساهمين في تلك المرحلة ارتأوا أن يكشفوا عن ما كانوا منخرطين فيه. كتاب الثورة لم تكتمل سي التوزاني كتاب مهم جدا، لأن التوزاني كان قائدا عسكريا كبيرا وكان ضابطا في الجيش السوري قبل أن يلتحق بالحركة التورية في تلك المرحلة، وكان يشرف على تنظيم وتدريب المناضلين على القتال وحمل السلاح. وفي الأخير بطبيعة الحال أراد أن يعيد قراءة هذه التجربة ويقدم عناصر منها، فكذلك فعل صالح الوديع، كذلك فعل الشاوي عبد القادر، فعل كثير من الكتاب الذين أعلنوا بالنسبة لي إعلان عن نهاية مرحلة والكشف عن زواياها، وللأجيال وللتاريخ أن يقول كلمته في المدى الذي انتهت إليه هذه التجربة. هذا النشاط كيجي في إطار واحد المجموعة واحد التقليد اللي دائب الفرع على التنظيم ديالو في إطار الاحتفاء بعد بالسجون، بعد ما كنا شفنا مجموعة من كل الكتاب اللي كانوا يكتبوا على واحد المرحلة مهمة من حياتهم. أكيد علاش كنديروا هذا الأنشطة؟ أولا في إطار حفظ الذاكرة ديال المغرب، باش أننا نبينوا أن المغاربة ما عندهمش حرج في أنهم يكشفوا على الماضي ديال نضالاتهم من أجل الحرية، من أجل الحقوق، ومن أجل وكذلك هذا النشاط كيجي في إطار تكريم هاد الناس وشكر ديالهم لما قدموه في سبيل هذا الوطن.